وبقى المفاجأة، مفاجأة كبيرة بقى يا شيخ حسن، خد عندك. أيوة. 36 دراسة اتعملت على مين بيتكلم أكتر، الراجل ولا الست؟ دراستين بس يا جماعة هم اللي اتفقوا على أن الستات بتتكلم أكتر من الرجالة. و34 دراسة قالت أن الرجالة هي اللي بتتكلم أكتر، يعني مش أغلبية عظمى، ده 99%. بصي إيه بقى، أنا متأكدة أن 34 دول عاملهم رجالة. بص يا أساتذة، أنا هفضل مقتنع برأيي، هفضل مقتنع برأيي. لا يمكن الراجل الأمريكي ده مش المصري، هو ده أكتر. أنا هفضل متفق على رأيي أن الستات بتلغي أكتر. صح، هنفضل برضو نتجادل، ولكن هيفضل عندنا الفيصل اللي بيننا دايما في الرأي، هو هو الجمهور، ولازم ننزل الشارع التقرير. ونعرف رأي الجمهور ماشي. عشان نشوف التقرير يفصل يا هانم، نشوف يلا التقرير الرجالة تقول ايه. ايه رأيك في الدراسة اللي بتقول ان الرجالة رغيين اكتر من الستات؟ ده حقيقي، الراجل بطبعه بيحب يثبت نفسه، فبيتكلم كتير جدا وبيدخل في جدالات هو اصلا ممكن يكون ما عندوش علم بيها. مش دايما، مش كلهم الصراحه، ما في ستات برضو رغايه. ده مش حاجه، مش هنكذب يعني. هي فعلا الست زنانه زي ما قالت، بس برضو الرجاله بيزنوا اكتر من الستات. دايما مجتمعات الستات اللي هم النساء يعني بيتكلموا اكتر من الرجاله. انا شايف ان يعني في مشاكل اصلا زوجيه بين الراجل والست، بسبب ان الستات بتشتكي ان رجالتها ما بترغيش معاهم. هم رغين اكتر من الستات بس مع بعض مش مع الستات، يعني هما بيتكلموش كتير مع الستات، لكن يبقوا قاعدين مع بعض بقى تلاقي الضحك بقى والكلام كتير والهزار، يقعدوا في البيت كده مفيش. الستات اكتر بيرو كتير، حتى تلاحظ في الموبايلات ما بيسيبوش الموبايلات من ايديهم ليل نهار، قاعدين على الفيس، قاعدين على يعملوا شات كتير. الاتنين زي بعض، في رجاله رغايين وفي ستات رغايين. على فكره في ستات رغايه جدا وفي رجاله رغايه جدا. ستات اكتر والبنات اكتر رغي، يعني البنات قعدتهم تبقى ضحك وهزار كلام كتير، في حاجات سر بتتقال، لكن بالنسبه للرجاله فهم بيبقوا حريصين دايما على الحاجات اللي بتخرج منهم، مبقاش عارفين حد يعرف نقطه ضعفهم او السر اللي عندهم ايه. زمان كانوا يقولوا الستات رغيين اكتر، الان يمكن فعلا الرجاله اصبحوا ما عندهمش عمل بيتكلموا اكتر. شفتوا اغلب الستات قالوا ايه؟ شفنا، جبتش حاجه من عند انا. انتوا التقرير عملتوه، يبقى هم الامريكان مختلفين. ما أيوة. ده مصر المصري مختلف طبعا، كل حاجه بس احنا برضو أكتر. لازم اي حاجات علميه ودراسات وكده لازم اجيبها لك، لازم نتحاور بس فيها. مش في الجون يا هاني. طب لا 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 لا، انا عايز اقول لك حاجه، انت بتقول بتتكلم مع اصحابك، طب ما بدل كل واحد بيوفر كلامه وطاقته اللي مع اصحابه دي ويتكلم فيها مع مراته بالظبط لجوزته. ماشي، جوزته صح كده. انا بنعمل كده برضه، بنعمل كده برضه بذمتك. ده كل واحد، لا بس الدراسه دي فيها حته صح بجد يا جماعه، يعني اكيد دي كلنا متفقين عليها، ان الراجل بيخلص كل طاقته في الشغل، سواء كلام بقى سواء شغل اي حاجه، وبيدخل البيت صامت، مود السايلنت، زي ما الواحد كده بيقفل تليفونه يعمله سايلنت، مود الصامت، الراجل بيدخل البيت كده. تفتكري الراجل هيوفر طاقته يتكلم مع مراته؟ طب يا روحي، هيبقى مبسوط لو الست سكتت؟ مهموم ليه؟ روحي احكي لها على العصب في الشغل. الراجل هيتبسط لو الست سكتت؟ لا مش كده، انا مقسم، انا كحسن انا مقسم بين صحابي وبين البيت وبين الشغل. وليه تشيلها هموم؟ ما تشاركها، شاركها. ما انا هو في تلت للبيت، شاركها. ليه الهموم؟ طب ليه تشيلها هموم؟ ما هي الشغل هموم. تلت ليه؟ ما انت عمال تفنفن. انا عندي مشاكل في الشغل. هموم ايه؟ هموم ايه ده؟ انت شغلك كله فن يعني؟ فن يعني فنفنها في البيت كمان؟ طبعا كفايه اللي في الشغل فن.